فواكه جافة تختلف أنواعها وألوانها تعرض بالأسواق، يقبل عليها المواطنين قبيل شهر رمضان تحضيرا لإعداد طبق تقليدي لا تستغني عنه العائلات خلال الشهر الفضيل. يعني بكري لحم الحلو نقولوا عليه شبح الميدة، يعني ماشي حاجة جديدة، من بكري نديروه، وتاني حاجة صحي، وبيان سو كي في رمضان لازم ناكلوا حاجة حلوة. انا ما نستغناش عليه، يوميا نطيبه حتى يخلص شهر رمضان. حتى وليداتي يحبوا اللحم الحلو، ما نستغناش عليه ابدا. طبله بلا لحم الحلو ما كان، ما درنا والو اختي، لحم الحلو كيما يقول لك شبح طبله. غلاء اسعار هذه الفواكه لم يمنع الجزائريين من اقتنائها ولو بكميات قليله عكس الاعوام السابقه. يشرو لا باس صافا، يشرو ب 50 يشرو 30، ماشي كيما الكيلو جوج كيلو خلاص. كاين ناس تقول لك معليش العينه غاليه ولا المشمش غالي، انا نشري قيس 30000 قيس 50000 ايسونسيال ندير شويه. لا نشري بشويه بالقيمه بشويه، نهار كاين نهار ما كاش، نهار كاين نهار ما كاش. زادوا لما دابينا ان شاء الله كل واحد يلحق باش يكون عنده ان شاء الله يدير طبق تاع لحم الحلو في داره، وكل واحد يدير يلحق باش ياكل شويه لحم، فهمتي اختي؟ هذا الشهر هذا تاع انسان يتشهى انسان، وهذا الطبق كيما اختي تقليدي ما نستغناوش عنه كتب عليك. ويبقى طبق اللحم الحلو من الاطباق المقدسه لدى معظم الجزائريين، ولا يمكن ان يكون غائبا عن طاولاتهم خلال شهر رمضان.